اهلا بكم في قناة زراعة الاسطح شرحنا النهاردة هيكون عن افضل طريقة لزراعة البذور قبل ما نبدأ الشرح تعالوا نشوف النتيجة مع بعض ده بذور كنت زرعها من حوالي خمس ايام او اسبوع طبعا المفروض ما تسيبش البذور تكبر بالحجم ده لانها خبط بتخبط في الغطاء واما بتوصل للحجم ده بتبقى محتاجه شمس فطبعا انت بتعمل الطريقه دي وبتحطها في المطبخ عندك اسبوع او اسبوعين على حسب يعني لحاجه زي المورينجا والفاصوليا والحاجات دي يعني ممكن اقل من اسبوع وتنقلها المانجا ممكن تقعد معاك 10 15 يوم ده شجره المورينجا وهشرح لكم دلوقتي انا بعمل كده ازاي تعالوا نشوف الثانيه ودي مانجا طبعا احنا شايفين الجدر بدا يطلع والجنين بيطلع يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين هشرح لحضراتكم دلوقتي الطريقة انا بعمل كده ازاي، أول حاجة يا جماعة انت بتجيب يا إما تجيب كيس زي كده يا اما تجيب علبة زي كده والافضل ليها تكون شفافة عشان تشوف من الجنب كده يعني لو عندك ابيض إيه تمام ازرع في ابيض وبتجيب مناديل وبتفرد المناديل بتفرد المناديل كده طبعا المفروض احطها هنا ده يا جماعه هنقلها دلوقتي انا كنت أعمل لكم عليها شرح بس اتاخرت شويه بس ايه على بين ما نقلتها بتفرد المناديل كده وبتجيب بذور اي بذور موجوده عندك يعني مانجا اي حاجه مش لازم يعني اي بذور بس حاول يعني ما تزرعش البذور الصغيرة قوي حاول تزرع البذور اللي هي أحجامها كبيرة عشان تعرف تمسكها وعشان وانت بتطلع الجدر بتسلكه وما يتكسرش معاك الحاجة كل ما يبقى البذر كبير كل ما بيبقى الجدر معاك كبير يعني كده بذور حلوة كويسة لو زرعتها كده هتبقى أفضل وطبعا هشرح لكم دلوقتي انا بزرع بالطريقه ليه واحد ممكن يقولي طب ما انا ممكن ازرع في الارض على طول مباشر ما اعملش ده انا هقول لحضرتك الطريقه دي افضل ليه بتفرد البذور بالشكل ده وبتجيب طبقه من الديل واهم حاجه تجيب بخاخ زي كده وهترطب اللي هترطبها كده تقفل العلبة أهم حاجة ما توقفش فيها مية كل يومين ولا حاجة هتفتح تبص عليه لو لقيت المنديل نشف نشف خالص هترطبه مية تاني وهتقفل أهم حاجة تكون علبة بتتقفل لو ما عندكش علبة هتعمل المناديل وتحطها في الكيس ده وهتقفل الكيس جامد عشان ما يدخلوش هوا. كده دي يا جماعة اللي المية أما بيحصل عملية تبخر بترجع تاني يعني شايفين والطريقه دي افضل ليه بقى الطريقه ديت افضل من نسبه النجاح بتبقى عاليه جدا عن ان انت تزرع في التربه واما تزرع في التربه بتزرع بذور كتير وما بتعرفش هي كده البذرة نجحت ولا ما نجحتش. وهنا اسرع من اللي انت تزرع مباشر لان انا عملت الشرح ده قبل كده وكان في اكتر من واحد قال لي انا ممكن ازرع مباشر انت فعلا ممكن تزرع مباشر بس الطريقه دي اسرع وجربهم وهتشوفوا بنفسكم ان الطريقه دي اسرع وافضل زي ما حضراتكم شايفين هوريكم طريقه سهله جدا وسريعه وده طبعا الاوجان ده بيبقى من الخبط هنا ونقص من اشعه الشمس يعني اشعه الشمس لما بتنقص النبات بيبتدي يضعف يميل كده ويضعف بس اول ما بنقله على السطح بيظبط معايا زي ما حضراتكم شايفين هنا طبعا انا كنت زارع ده وعملت لكم شرح عليها المورينجا والفاصوليا والحاجات دي كلها انا زارعها بنفس الطريقه اما بزرع كده وبزرع في التربة بلاقي دي يا جماعة طلعت معايا اسرع وافضل ليه بقى؟ لأن الجدر هنا المنديل يعني زي ما بنقول كده حنين على الجدر لكن التربة الطينية بالذات بتبقى ناشفة وتقيلة على الجدر فالجدر بياخد مسافة على ما يطلع على السطح ممكن يكون الجو مش مناسب للنبات وهو صغير يكون الجو حر انت اتأخرت عليه في الري هنا بيبقى منديل ويعني زي ايه؟ جو مناسب جدا للنبات اللي هو ايه؟ انبات البذور ودي يا جماعة الفاصوليا عشان الناس اللي سألوني للأسف نسيت أصور وانا بزرع زرعها بنفس الطريقة اللي شرحتها لكم دلوقتي ونقلتها الفاصوليا نفس الطريقة عمل عملتها بنفس الطريقة ودلوقتي هيبقى شرحنا للناس المبتدئة الناس المحترفة في الزراعة فكده هيبقى الفيديو بالنسبة لهم انتهى دلوقتي قبل ما تزرع قبل ما انقل ده قبل ما ننقله عشان الدرس يبقى كامل ده طبعا على اي نبات يعني عشان الناس متسألش ينفع الطريقه ينفع تعملها في اي نبات وكل الشرح ده شامل النباتات كلها اللي بالبذور وهتعملها بنفس الطريقه اول حاجه يا جماعه شرحنا هيبقى عن الري والتسميد والزراعه عشان الناس المبتدئه لان الفتره الاخيره الناس اشتكت ان انا بقيت اختصر في الفيديو وفي ناس تانية اشتكت ان انا بطول في الفيديو فانا عملت لكم النهارده الشرح في الاول للناس اللي هي عاوزه تعرف الطريقه وخلاص وبعد كده هيبدا الشرح للناس المبتدأ اول حاجه قبل ما تزرع هتسمد التربه باي سماد عندك سماد عضوي يكون محلل يكون مثلا حطيته في الشمس شهرين او ثلاث شهور او كومبوست بيتباع في المشاتل واللي ما شافش الشرح قبل كده بتاع ازاي تعمل سماد عضوي هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو هو طريقه عمل السماد العضوي واضرار السماد العضوي عشان الناس اللي بتستخدمه غلط هتبدا تجيب قصيص او اي حاجه زي كده وهتفضي الطمي في القصيص هنبتدي نسلك الجذور ونحاول ان احنا ما نكسرش الجذر هيبقى معانا بالشكل ده واهم حاجه يا جماعه اهم حاجه اللي انت وانت بتحط تحط الحاجه ايه اقلل للجدر كده وحطها وردم اهم حاجه الخطوه اللي جايه اما بعد ما تحط الطمي فوق او اي تربه عندك ما تكبس في الجدر كده لتحت في الطمي علشان هتكسر الجدر سيب المايه هي كده كده اول ما تحط ميه التربه بتهبط اول مرة بيحصل هبوط للتربة اول ما بتحط المية فانت اعمل نفس الطريقة عشان البذور تنجح معاك ما تكسر في الجدر هنبتدي نردم عليها بالشكل ده طبعا يا جماعة اللي انا بزرعها دي اشجار يعني لو انت مبتدئ جيب حاجة كبيرة زي كده ازرع فيها لو انت مبتدئ جيب حاجة كبيرة زي كده حاجة كبيرة بالحجم ده ازرع فيها لو انت مبتدئ على حسب ما انت بتزرع لو بتزرع حاجة ما بتكبرش ازرعها عادي في حاجة صغيرة لو لو انت بتعرف تنقل ازرع عادي وانقل زي ما انا عامل دلوقتي انا زرع ثلاثة دي طبعا شجرة كبيرة جدا يعني ما ينفعش ان انا ازرعها في حاجة زي كده وما ينفعش اللي انا ثلاثه بس انا ازرعها كده شتلات عشان زي ما انتم شايفين اللي انا عندي عندي كتير ما شاء الله وعندي زرع فوق قبل كده كتير وما مكان عندي فانا بزرعهم شتلات بالشكل ده المرحله اللي جايه مرحله الري الفتره اللي فاتت بعد ما نزلت لكم الفيديو عن الري ولسه لحد دلوقتي الناس بتبعتلي لي بتقول انا بسقي الزرع كل يوم يعني كل يوم يعني انت بتسقي بيبقى التربه معاك كده وبترجع تسقي تاني غلط وهو ده اللي بيموت لكم النبات اما تبقى كل يوم يعني دي تسقيها كل يوم هتبقى التربة تاني يوم بالشكل ده يبقى ده لك النبات هتسقي جامد لحد ما الميه تنزل من فتحات الصرف ولازم اهم حاجه عشان المبتدئين ان اي حاجه هتزرع فيها يكون فيها فتحات صرف من الاسفل اهم حاجه بعد ما تسقيها كده بقى تجيش تقولي لي الري كم مره الري كم مره ده بيرجع على حسب الدوله اللي انت فيها في ناس ممكن يسقوا مرتين بس في الاسبوع لازم تستنى التربه تنشف معاك تحط صبعك تلاقيها جامده تلاقيها مشابهه للون ده بتلاقي التربه رجعت كده تبقى ده لو هي تربه طينيه بتلاقيها رجعت الشكل ده طول ما هي في الشكل ده يعني كده ما ينفعش تسقيها تاني خلاص لو لقيت التربه معاك بالشكل ده ما تسقيهاش عشان ده اللي بيموت النبات وانا عملت لكم شرح بس للاسف الفيديوهات ما الناس ما بتفعلش زر الجرس فما بيوصلهاش الفيديوهات علشان لحد النهارده وانا بعمل الشرح الناس برضه بتقولي كل يوم بتسقي كل يوم يعني التربه عندك بالشكل ده وغلط وهتموت وهتعفن جدر النبات بالذات لو انت مش عامل فتحات صرف من تحت الجدر هيعفن معاك وانا ان شاء الله هعمل لكم شرح منفصل عن فتحات الصرف ده في فيديو منفصل لوحده وياريت لو الفيديو عجبك تعمل لنا لايك وشير ولو كنت مش مشترك معانا يسعدني انضمامك معنا بالضغط على الايقونه اللي هتظهر قدامك على الشاشه دلوقتي واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم